وبركاته. تحياتنا لكل مشاهدينا عبر الفيسبوك وقنوات اليوتيوب، تحياتنا إليكم. احنا النهاردة مجتمعين كفريق عمل عشان نسجل حلقة لليلة رأس السنة متعددة الفقرات. معايا طبعا أختي الزميلة الإعلامية الجميلة المذيعة حنان الشامي، وطبعا مخرجنا العبقري المبدع ذات الإبداع أيمن العرب. شكرا أستاذ. بس النهاردة بقى يا أستاذ محسن ما تنساش إنه مش هيبقى مخرجنا بس، ده كمان هنقدمه فقرة فنية جميلة والسادة المشاهدين هيشوفوا منه إبداعات كتير. يعني أنت قصدك يا حنان إن قبل ما نبدأ البرنامج بتاعنا ناخد الفقرة الأول مع المخرج بتاعنا، مش كمخرج، لا كفنان ومطرب. ايمن بيه كل سنه وانت طيب. انت طيب بس مصر تحرقوني والله يا جدع. بس عايزين في البدايه تقول تهنئه كده لكل متابعينك وكل متابعين. بقولهم كل سنه وانتم طيبين وسنه سعيده عليكم، و2021 ان شاء الله تبقى افضل من نوع من 2020 ونحقق فيها كل اللي احنا بنتمناه باذن الله، وتبقى سنه سعيده وننسى 2020 اللي كانت باحزانها ونخش على 21 بالسعاده والفرح والسرور باذن الله ان شاء الله. حنان، ايمن العربي مطرب. أيوة. وبيفهم في المزيكا طبعا. ومخرج. أيوة. ومبدع. انا مش عارف هو بيحب ايه اكتر. انسان طبعا، وعلى خلق طبعا، واحنا سعداء بوجودنا معانا. انت بتحب ايه اكتر؟ انا دلوقتي بحب ابقى خلف الكاميرا الاخراج. يعني بيت اكتر بلاقي نفسي فيه اكتر دلوقتي. والطرب يعني، بس انا يعني ده مرحله وكل مرحله لها وقتها. فده بس يا ايمن انت صوتك جميل جدا، انا من خلال متابعتي ليك على اليوتيوب وعلى صفحات السوشيال ميديا سمعت لك بعض الاغاني، يعني صوتك عايز بس استثمار. إيه انت بقى اللي مديله اجازه ليه ما نعرفش؟ لا هي الموضوع ما مش قلنا مش الموضوع صوت. الموضوع موضوع امكانيات. يعني انت الزمن اتغير اصلا، حتى السمع نفسها الناس ما بقتش تسمع. ايوه. بعد يعني بقى بتاع 20 سنه مثلا من ساعه ما طلع الدي جي والشغل دوت، المطربين يمكن في ناس كتير جالها احباط، ويمكن في ناس بطلت كتير، وناس يمكن حالها كانت عايشه حياه سعيده مبسوطه يعني ماديا والكلام ده، في ناس حالها اتدهور لانها كانت معتمده على شغلها الاساسي على الطرب. فمن بعد طبعا دي جي طلع، فكانت بقت يعني كل الافراح تحولت الى دي جي، الناس ما بقتش وبنرجع نقول مثلا ايه، طب ايه اللي اتغير في الزمن؟ ايه اللي اتغير في الناس؟ اللي اتغير الاول احنا كنا الاول مثلا في الفرح يطلع حد يقول لك ايه عايز اسمع كذا، فانت كنت بتسمع على ما يطلبه ايه المستمعين. دلوقتي انت بتقعد في الفرح بيسمعك غصب عنك، ممكن لو مؤاخذه لو واحد بينهق وهو مشغله، لكن هو عايز يشيره للناس، او هو بيعملوا له شغل اللي هو بيتعمل بمودات التعريفه دوت، فهو عايز يسمعه للناس فبيسمعك غصب عنك. لا وكمان يا استاذ محسن خد بالك ان الناس ما بقتش تسمع الكلمه، يعني حضرتك يمكن قلت حاجه جميله قوي ان الاغنيه بتتحسب بثلاث حاجات، ايه هم يا استاذ محسن؟ طبعا اي عمل فني وغنائي لازم ليه ثلاث اركان مهمه جدا. الكلمه، اللحن، الصوت. لو الثلاثه مجتمعين مع بعض كويسين بنشوف اغنيه جميله. انت قلت انك بتفضل انك تبقى خلف الكاميرا، بس قبل ما تروح خلف الكاميرا وعشان ضيوفنا ابتدت تيجي في الاستوديو معانا دلوقتي، ابتدوا يجوا الضيوف. أيوة. قبل ما نقوم وقبل ما تشتغل بقى شغلك وتمارس معانا الشغل كمخرج بقى، وتفضل تشكت في حنان وتشكت فيا. أيوة. وتعليمات والحاجات دي، نسمع حاجه من الطرب القديم كده ونقول للناس بمناسبه السنه الجديده حاجه كده نغني لهم. ماشي. بس اقول حاجه بس على ما احنا اتكلمنا كده على موضوع الزمن اتغير. أيوة. هو بنقول دايما البيئه اللي انت فيها، فالبيئه ايه؟ البيئه هي اللي الواحد لو اتربى في مكان، يعني موظف واحد زي مثلا نقول نرجع لايه؟ اي حاجه بتعمل لها نظام بيمشي النظام صح، زي ما نقول مثلا مثال بسيط للمترو، حد يقدر يشرب سيجاره في المترو؟ لا. ان انت عامل ايه؟ عامل نظام. برضو دلوقتي زي الافراح دلوقتي، انت جيل اللي طالع كله انت بتحاول بتسمعه ايه؟ الدي جي تلاقي في الافراح بتاع الدي جي بيسمعهم هو اللون ده، بقى كل ما يروح اي فرح ما بيسمعش غير ده، فهو اتربى على ده، بقى بالنسبه له هو ده ايه؟ ده بقى الحاجه الطبيعيه. حسب الحياه اللي اتربى. هي دي البيئه اللي خلاص اتربى. موسيقى وبس، موسيقى وصوت. هنسمع صوت مخرجنا ايمن العرب. برنامجنا النهارده وحلقتنا النهارده بمناسبه راس السنه، بس قبل ما نسجل كل فقراتنا معانا الفنان ايمن العربي المطرب، هنسمع حاجه. يا ترى بقى يا ايمن هتسمعنا اغنيه ولا موال؟ انا شايفه ان انت ايوه هو بيحب المواويل. يا اولاد الغرام ايه الغرام الغرام يا اولاد الغرام لا كلام ولا لا سلام ولا لا كلام
سلام وانا اديت وانا اديته اديت وانا اديته اديته كلمتي وسبع وراح راح يا ولاد الغرام. طبعا احنا بنحييك كصوت مش بنحييك كمخرج بقى يعني من جمله لا كصوت مخرج يعني. كل سنه وانتم طيبين، انتظرونا ان شاء الله حلقه جامده قوي 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 لراس السنه، هنبدا فقراتها من النهارده ان شاء الله. تحب تقول للمشاهدين بمناسبه الحلقه؟ اللهم استنونا في حلقه ممتعه جدا معانا فن وشعر وفقرات كتير ان شاء الله تنبسطوا معانا مع كاتبنا الاعلامي الكبير الاستاذ محسن شاهين واستاذتنا الاعلاميه القديره اختي العزيزه حنان الشامي. حنان تقولي ايه للمشاهدين بمناسبه الحلقه والسهره اللي تراس السنه؟ بقول لكم استنونا هتتبسطوا قوي وهتشوفوا حاجات كتير وهتسمعوا مواهب كتير جدا ويعني اغاني من زمن احنا افتقدناه وناس روحها جميله. ايه رايكم بقى لو تستنوا مع الإعلامي محسن شاهين ومع المخرج أيمن العربي؟ احنا بيت المبدعين أيمن العربي، حنان الشامي، محسن شاهين، انتظرونا بقى بيت المبدعين ليلة رأس السنة. عشان 21 كل سنة طيب.